فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مقولة تتكرر بين العامة وهي قطع الأرقاب ولا قطع الأرزاق، هل هذه المقولة صحيحة؟ وهل يستطيع المخلوق أن يقطع رزق أحد من الناس؟ ما يستطيع أن يقطع رزق أحد من الناس، لكنهم قصدهم بهذا اللي يقطع رواتبهم، اللي قالوها العراقيين يوم جت أمريكا، فاللي يقطع رواتبهم يعني قصدهم بالأرزاق قطع رواتبهم، هم معناه أنهم يقطعون أرزاقهم نهائيا، لكن ألغوا وظائفهم وقطعوا رواتبهم، هذا قصدهم.